في سؤال مهم جدا مش هقدر عمري ان نطلع قبل ما الاجابه عليه. تحت امرك. من اي يعني هل حماس بوضعها الحالي اصبحت جزء من الحل ام جزء من المشكله؟ ده سؤال بس المطروح عمادي هجاوب. انا ممكن اجاوبك. اللي انا كاتب مقال هينزل بعد بكره اسمه نحن ندعم غزه وليس حماس. ده عبارة حماس هي جزء من المشكلة وليس الحل. قالها دكتور عم منعم. قالها دكتور عم منعم صح؟ بالضبط. لكن أنا بقول عايزين بس إجابة عليها دي لأن أنا متأكد إن الناس عايزة تسمعها زي. أنا متفق أنا وعماد مع بعض في النقطة دي. إذا لم تعيد حماس مش بصورة كاملة. إذا لم تعيد حماس إجابتها وأوضاعها الداخلية وتحدث فيها انقلاب كامل على عقيدتها اللي موجودة، العقيدة الانقسامية اللي هي بترسخها في غزة وفي الضفة الغربية، ستكون أول الخاسرين مما جرى، وسينسى الناس بأسرع مما تتخيل حماس كل ما حدث في الأحد عشر يوما الماضي. يعني حماس قدام اختبار للإجابة على سؤال حضرتك، تحتاج إلى تغيير هيكلي كامل وألا تسمح بأن الحداشر يوم يمروا إذا بدأت. وبالمناسبة بذور الانقسام اللي حضرتك أشرت إليها بدأت منذ الأمس وبدأت تتحدث حول من يمتلك حق إعادة الإعمار ومن سيكون القرار بيد من. حماس يعني يجب عليها ألا تلتفت لتوصيفها بأنها مجموعة إرهابية من بايدن ومن المجتمع الدولي وغيره، لكن هذا الأمر واقع. إحنا بنقول لهاش أقع في سجينة هذا التوصيف، لكن عليك دور وعليك واجب النهاردة، وده اللي إحنا بنتفاوض معاه ومنشاور معاه. طبعاً إن أنت تبقي رقم إضافي وداعم لمجمل القوى الفلسطينية الشاملة. لو تمسكتي باللعب على نظرية المحاور والقفز على محاور المنطقة، محاور المنطقة المتعددة المختلفة، وتمسكتي بهذا الانقسام والتغلب ونزعة التغلب اللي هي طول الوقت موجودة لدى القيادات الحمساوية، انذرهم بان ال11 يوم دول ممكن يطيروا من الذاكره العربيه وتتبخر اثارهم على الارض. لان السؤال وجه لي لمده سنه. انا متفق مع كل ما قاله الدكتور خالد، بس هضيف حته صغيره بالعكس. ما قاله اسماعيل هنيه بعد ثاني يوم في خطاب متلفز للاسف الشديد منذر بكوارث قادمه، لان انت لما بتقف تتكلم خطاب موجه فقط نحن المسلمين، يا عم اللي فيه ناس مسيحيين ويهود نصروك في العدوان ده، في قوة كتيرة جدا، فما ينفعش تقف انت مش بتحارب. احنا مش معركة دينية، نحن نحارب معركة تحرير وطن، مش حرب مسلمين ضد مسيحيين او يهود. فدي مشكلة في منتهى الخطورة وتنذر باشياء كثيرة سيئة. في كل الاحوال يعني هناك مشهد جديد في المنطقة، الى اين سيقودنا يعني ما الذي حدث؟ متى ستكون هناك ساعة حقيقة مثل التي رأيناها عند وقف إطلاق النار؟ كيف ستتطور الأمور في الداخل الإسرائيلي وأيضا في الداخل الفلسطيني، ما يتعلق بالانتخابات، ما يتعلق بمعركة إعادة الإعمار اللي هو يعني زي ما حضرتكم تفضلتوا الآن حماس بدأت تتكلم مين اللي حق أنه يتولى هذه العملية، والإدارة الأمريكية بتتكلم عن أنه السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعني أشياء كثيرة يعني سنراقبها عن كثب. وبالتأكيد مصر لعبت دورا فيما نحن فيه الآن من هدنة، بالتالي الدور المصري وتفعيل ما تحقق في الأيام الماضية ربما سيكون أيضا محط أنظار الجميع، محط أنظار المجتمع الدولي، القوى الغربية بالذات الولايات المتحدة الأمريكية. هنشوف طبعا اللي هيحصل في زيارة بلينكن في المنطقة، والمشهد لسه يعني فيه فصول كثيرة.